هاي، كيف كنت؟ نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الأسد، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك كذلك. رح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب، نواياه ومع مستقبل العلاقة مع بعضكم. رح أحاول أحكي كذلك عن العزاب، هل في شخص جديد بحياتكم أو لا. برج الأسد، بداية يا برج الأسد، عم حسك ندمان وعندك حيرة وعندك ألم على شيء ابتعدت عنه، وكأنه خلص فقدت الأمل فيه، وشفتك حامل كرامتك يا برج الأسد، ويعني ومنطلق للحياة. خلاص تركت كل الأشياء التي أتعبتك يا برج الأسد وألمتك، وعم شوفك تذهب نحو السلام الداخلي. ممكن عم تتذكروا لهذا الشخص أو لهذه الأشياء اللي كنت دائما عم تفكر فيها، بس عم شوفك خلاص يعني شايل ما تبقى من كرامتك يا برج الأسد، ورايح لحالك أو لطريقك. كمان عم شوف طاقة الحبيب، كأنه خلص مشاكل وخلص الكبر اللي كان فيه. ممكن كان بالأول مستقوي عليك يا برج الأسد، وكان حاطط حاله على أنه هو القوي، بس حاليا عم شوفه عم يضعف جدا، وعم ينتظر مسج منك، كلام منك، كلمة منك يا برج الأسد. عم شوفه كذلك ينوي الرجعة أو ينوي السماح، أن يطلب منك السماح يا برج الأسد. وحسسته يعني ندمان على كل خطوة سيئة كان عملها معك، كأنه عم يشوفك على أنه أنت وجه الخير عليه، وكنت مفتاح خير على كل حياته وعلى كل خطوة بحياته. كذلك عم شوف مشاعرك أنت يعني تقريبا مدمر، كأنه عم تحس حالك هذا الشخص الذي أحببته، الذي تصرفت معه بالإحسان، تصرف معي بالسيء، وعم شوفك كتير تعبين. بس ممكن حسك كأنه خلص ما بدي ألم جديد، ما بدي أنه ضلبي كآبة مستمرة، بدي أطلع على الأمام. أما الحبيب عم شوفه تعبان من دونك، كأنه ينتظر أو يتمنى لحظة من لحظات حياته اللي كان معك، بيفتقد كل لحظة كنت أنت معه، كأنه كنت أنت النور اللي بحياته، كأنه كنت شيء مضيء بحياته. عم يشوفك شخص جميل، وعم يشوفك كأنه أنت جوهري وفقده، كأنه أنت أشياء ما كان عم يقدرها فيك، وهلأ صار عم يتذكرها بشدة يا برج الأسد. عم شوف كذلك مشاعرك أو الأشياء اللي ما بتحبها فيه يا برج الأسد. ممكن هذا الإنسان آذاك، ممكن حبيته من قلبك يا برج الأسد، ممكن لأنه برج الأسد قلبه كبير ومعطاء جدا، وممكن أنت أعطيته من قلبك، أعطيته من حنانك، أعطيته كتير أشياء، حبيته من قلبك، وكنت عم تشوفه على أنه توأم الشعر لإلك، كأنه كنت عم تشوفه الشخص هو الإنسان اللي بدي كمل معه حياتي. كمان كنت عم تشوف على أنه الشخص اللي عم تفاهم معه روحيا، عم تفاهم معه بكل لحظة، يعني حتى ممكن الكلمات إذا كنتوا بتحكوا تلاقوا بعضكم، تلاقوا بتقولوا نفس الكلمات أو بتقولوا نفس الجمل. يعني كنت بتحس أنه هذا الشخص هو الشخص المناسب. ممكن هو عمل شيء خلاك مدمر جدا يا برج الأسد. عم شوف ممكن ما بتحب أنه الأشياء اللي عملها معك أن تعيد نفسها، وممكن كذلك عم شوف للبعض من برج الأسد كأنهم يتطلعوا لكارما. مثلا إذا هو عاملك بشيء من السوء، ممكن أنت تتمنى أن 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 يقول الوقت أو يعود الوقت ويشرب من نفس الكأس اللي شربت منه. كذلك عم شوف الأشياء اللي بتحبها فيه، ممكن الأشياء اللي بتحبها فيه على أنه
على انه هذا الانسان ما بيقدر يعيش من دونك، تحس هذا من قلبك وبتعرف انه هذا الشخص بحبك من قلبه. ممكن كانت في مشاكل عابرة او في مشاكل خاصة قد كذلك بالعيلة، ممكن كذلك مشاكل خاصة بامرأة، وممكن حتى مشاكل قانونية عم تطلع. بس هذا الانسان تعرف انه يا برج الاسد بحبك من قلبه، وبتعرف انه في اشياء يكنها اليك جميلة جدا. اما الاشياء اللي ما بحبها هو فيك، بشوفك على انه اوقات انت تطلب الاهتمام بزيادة، انه انت تريد الاهتمام، انه يسأل عنك، انه كل مرة يهاتفك، كل مرة يشوف شو احوالك. انت بتحب هيك يعني نوع من الاهتمام يا برج الاسد، هو لا يحب ذلك. ممكن هو دائما مشغول، يعني مشغول بالعمل، عنده اهتمامات عملية كتير كبيرة، ودائما يتطلع الى ما هو عملي، وممكن هذه الاشياء تضايقه فيك. اما الاشياء اللي بحبه هو فيك، بحبك على انه انت شخصية، يعني إذا بتحبه بتصير غيور جدا وبيبين على وشك. يعني بحب كذلك الاستقرار، بحسك شخص مستقر جدا، وبحسك كذلك شخص تسعى إلى دائما الأفضل، دائما الأجمل. بحب فيك كذلك العند، بحسك شخصية عنيدة بس شخصية جميلة من جوا. بحب إنه يتجاكر معك. هذه الأشياء بحبها كذلك معك. عم شوف نيتك تجاه هذا الإنسان، كأنه أنت واخد قرار، واخد قرار بالرحيل والابتعاد عن هذا الشخص كليا. بس يعني ممكن عم شوفك متحسر وندمان على كل الأشياء اللي كانت عم تعيشوها مع بعض. وعم شوفك بالرغم من انه انت تنوي الرحيل، بس يعني مفتقد لهذا الشخص. اما هو عم شوف نيته تختلف، هذا الانسان ينوي الرجوع، ينوي الاصلاح، ينوي الزواج، ينوي الحب. هذا الانسان بده صلحي معك يا برج الاسد. بحسك انه انت اللي مجروح كفاية وزيادة، ممكن لانه برج الاسد عنده ايجو كتير عالي، وعنده كرامة كتير عالية. اذا جرحه شخص ما بيقدر انه مثلا يسامحه بسهولة، بس قلبه كبير برج الاسد، مو شخص اللي هو قلبه مثلا بيشيل بقلبه، قلبه سموح جدا. بس ممكن هو قال لك كلام جرحك يا برج الاسد وانت اخذت على قلبك. كذلك عم شوف يا برج الاسد، ممكن سبب الخصام الاساسي هو كلام جارح كان من طرف الشخص. اذا لم يكن كلام جارح فافعال كانت جارحة لك يا برج الاسد. عم شوف كذلك انه في ميراكل، في معجزة ستحصل يا برج الاسد. اذا انت كنت عم تتمنى شيء بحياتك سيحصل. اذا كنت تتمنى رجوع هذا الشخص وكذلك تغيره، يعني يتغير ويصير للافضل، فانا عم شوف يا برج الاسد هذا ممكن جدا بهذه القراءة. كذلك عم شوف على انه في اوقات حلوة رح تقضوها مع بعض، في هانيمون، في شهر عسل. مو بالضبط انه يكون مفهوم شهر العسل، ممكن لحظات حلوة رح تعيشوها مع بعض. ممكن كذلك البعض منكم يكون في شهر عسل مع الحبيب، اوكي، رح تقضوا اوقات حلوة جدا مع هذا الحبيب. مستقبل العلاقة مع بعضكم عم شوفه يقول الى شيء من الجميل. عم شوفكم مع بعض، عم شوف بالرغم من كل هذه الأمور اللي عم تحصل، مو قادرين أبدا تبتعدوا عن بعض، بتحبوا بعض وعندكم علاقة جيدة جدا مع بعض. عم شوف كذلك في أفراح وفي سعادة، في عزومات، ممكن تكونوا في عزومات، ممكن هذا الشخص يتقدم لزواج، ممكن لأنه عم شوف النية لهذا الشخص أنه يتزوج فيك، أنه يتقدم لخطبتك. ممكن عم شوف عزومات، ممكن إذا أنتم مش معزمين ناس ممكن تطلعوا مع بعض
تحتفلوا بالوقت وتعيشوا لحظات حلوة. عم شوفكم مستمتعين بالوقت مع بعض ومتشبتين جدا بهذه العلاقة وناسين كل الألام والجرح اللي كان بهذه العلاقة. كذلك الطاقات اللي عم شوفها بهذه القراءة، عم شوف الأبراج الهوائية النارية والترابية وحتى المائية عم تطلع، بس يعني أغلبية عم شوف النار أكثر والهواء. عم شوف كذلك برج الميزان، برج الجدي وبرج الثور. أما بالنسبة للعزة، برج الأسد، عم شوف ممكن هل في شخص جديد بحياتكم؟ ما عم شوف، ممكن عم شوف شخص من الماضي وحدا خائن، حدا ما كنتوا اصلا تأتمنون له، عم شوفوا بيرجع لحياتكم من جديد، بس انتم ممكن مقفلين الابواب جدا. ممكن هذا الانسان عرفتوا معدنه الحقيقي يا برج الاسد وما عطينه فرصه ابدا. ممكن يكون كذلك من برج العقرب او من برج الدلو. ممكن أنت حاليا تبحثون عن شخص جديد، ممكن على أبليكيشن للتعارف، ممكن تلتقيون مع شخص، أشخاص جدد، ممكن تتعرفوا على شخص يكون حساس كلامه حلو، بس ما عم شوف صراحة شيء يبشر مثلا علاقة جدية أو شيء من الزواج. أوكي، كذلك ممكن عم شوف لأعزة برج الأسد أنه ما بحسوا بالأمان، ممكن يبحثون عن الأمان حاليا أو يبحثون عن الرجل أو الشخص المناسب حاليا. حاسين أنه ما في حدا بحياتنا حاليا، وعم تحسوا بعدم الأمان الداخلي، ممكن لأنه الحب يعطي أمان داخلي، ودائما بتحس حالك لما بتكون مع شخص بتحس حالك مرتاح. انتو ما بتحسوا بهذه الراحة يا برج الأسد، وخاصة عزيز برج الأسد. هذا كل شيء بيطلع لبرج الأسد. بتمنى لكم كل الخير والمسارات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.